يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما السبب في أن البعض لا يدعون إلى توحيد الألوهية وإنما يدعون إلى توحيد الربوبية فقط؟ لأن هذه عقائد المتكلمين وهم ساروا عليها، ساروا عليها اللي تدرس العقائد اللي تدرس في مدارس العالم الإسلامي إلا ما شاء الله، كلها عقائد المتكلمين اللي ما فيها إلا توحيد الربوبية. نعم، وهذه النتيجة. نعم.